دائما قضية البدو من الملفات والقضايا التي تحتل حقيقة مساحة كبيرة، لأنها بالإضافة إلى أنها ملف إنساني وملف حقوقي، لأنها ملف الحقيقة يتعقد كلما تأخرت الحكومة في إيجاد حلول، والحلول موجودة، ولكن للأسف كما قال الزميل الحميدي الأستاذ الحميدي، الحكومة ليست لديها رغبة الحل وليس طيب لديها. يعني دكتور عبد الواحد، أنت الآن تتكلم بأن الحكومة يعني حتى ليس لديها رغبة في حل ملف البدون. أتساءل لماذا لا يوجد هذه الرغبة؟ تعويم الملف. لماذا لا توجد لهذا يراد حتى تكون شغل، يعني حتى يعوم هذا الملف في الكويت ويصبح الحديث دائما تحت في أوساط أدوات التواصل الاجتماعي، في المجتمع، في الانتخابات. يراد لهذا الملف أن يكبر ولا يكون له أي حل واقعي جذري تنهي هذه المعاناة البشرية وهذا الملف الإنساني. اليوم عدد البدون في الكويت يتجاوز 100,000. إذا كانت هذه الأرقام صحيحة، الحكومة تعرف هذه الأرقام الحقيقية، لكنها أعداد كبيرة ولديها معاناة كبيرة الآن، خصوصا بعد التشدد في السنة الأخيرة من خلال الجهاز المركزي الذي يعالج ملف البدون، الجهاز المركزي بقيادة السيد صالح الفضالة. هذا الجهاز شدد كثيرا من القيود حول هذه الفئة، ولذلك أصبحت القضية الآن هناك تدخلت فيها ليست قضية تعليم ورعاية صحية وملف إنساني واجتماعي وحقوق إنسانية، فتعقد هذا الملف كثيرا.